أهلا بكم. بحث الرئيس التنفيذي لهيئة العمل الاستثماري والمناطق الحرة حسام هيبة مع أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خيبيا الصينية يينافاي جذب الاستثمارات الصينية جديدة للمنطقة الحرة المخطط إنشاؤها بمدينة العالمين الجديدة. خلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطة جذب الاستثمارات لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل. من ناحيته أعرب الأمين العام للحزب الشيوعي بمقاطعة خيبي الصينية عن تطلع مقاطعته للتعاون مع مصر في مجالات عديدة ومن أهمها مجالات تطوير الأعمال وصيانة السيارات الكهربائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع محمد الضنحاني مدير الديوان الأميرية بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات بحث الرؤى والأفكار حول فرص التعاون الممكنة في مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية. كما ناقش الجانبان نموذج التعاون في هذا الصدد من خلال المشروعات ذات جدوى الاقتصادية والمفيدة للطرفين والعمل على الاستفادة من الإمكانيات النفطية في الفجيرة والتطور والتحديث الكبير الذي تشهد تسهيلات والبنية الأساسية لقطاع البترول المصري في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية. تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبط خام برنت 77 سنتا إلى 86 دولارا و52 سنتا للبرميل. يأتي ذلك بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام حيث لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى الآن. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2,700,000 برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين. قالت شركة أرامكو السعودية إنها تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في شركة هانجلي الصينية للبتروكيماويات في صفقة من شأنها أن تعزز وجود عملاق النفط السعودي في الصين. وأضافت أرامكو في بيان لها أنها وقعت مع مجموعة هانجلي مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيماويات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية.